السلام على نبيك سيدنا محمد وعلى الصحب والآل، ورضي الله عمن سار على نهجهم وأكرمنا فرض عنا معهم يا رب العالمين. أكرم الله تعالى المسلمين ويسر لهم أمر عقد الصلح، صلح الحديبية بينهم وبين المشركين. وكان عقد الصلح أمرا عظيما في ذلك الوقت، وذلك أن قريشا لم تكن تعترف أصلا بوجود المسلمين، ولم تكن تقر لهم بشيء، ولم تكن تقيم لهم وزنا. فلما عقدوا الصلح مع المسلمين ظهر ذلك أنهم قد بدأوا يخشونهم ويخافونهم، وأنهم ما عادوا يهتمون بتلك الزعامة التي كانوا عليها، أعني قريشا، إذ بدأت هذه الزعامة تتبخر وتضمحل لمصلحة المسلمين. فلما تم عقد الكتاب وأنجز صلح الحديبية، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال لهم: قوموا فانحروا. هم قد أحضروا معهم هديا، ويشاء الله تعالى لهم أيضا ألا يستطيعوا أداء العمرة، فصار هذا الهدي كفارة للإحصار. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار هو أن يمنع الإنسان من أداء الحج والعمرة بحيث لا يسمح له بالدخول إليها عنوة وكرها، يعني غصبا عنك ما بصير تدخل تأدي الحج والعمرة، هذا يسمى إحصارا. الله تعالى جعل كفارة ذلك الهدي. الهدي ما تذبحه وتقدمه لوجه الله عند الكعبة المشرفة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فقال لهم: قوموا فانحروا. فلما قال لهم ذلك قالوا: فلم يقم منهم أحد. فعاد عليهم فقال: قوموا فانحروا. قالوا: فما قام منهم أحد. فعاد عليهم الثالثة: قوموا فانحروا. فما قام منهم أحد. فقام فدخل إلى بيته، وكانت معه السيدة أم سلمة زوجته رضي الله عنها. وقد قدمنا أنه كان في غزواته وخروجاته يقرع بين نسائه ويستصحب من وقع عليها القرعة معها في السفر، لأنه يطيل السفر. فدخل إلى أم سلمة رضي الله عنها فقال: يا أم سلمة، قد هلك الناس. هلاكهم بعدم تنفيذهم لأمره صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا نبي الله، أعذرهم، ولكن أخرج فأدعو فانحر هديك، ثم مر حالقك فليحلق لك رأسك، فإنهم إن رأوك فعلت فعلوا ذلك. فقام سيدنا رسول الله فخرج فلم يكلم رجلا من الناس، فقام فأمر بحديه فنحرت، ثم أمر بشعر رأسه فحلق. فلما رأى الناس ذلك قاموا إلى هديهم فنحروها، وقاموا إلى بعضهم يحلقون رؤوس بعضهم البعض، ولكنهم من شدة الألم والهم الذي أصابهم كادوا يجرحون ويقتلون بعضهم لما حلقوا لبعضهم رؤوسهم. هذه الحادثة تحتاج إلى نوع من بيان. هل عصى الصحابة الكرام أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لهم: قوموا فانحروا، فلم يقوموا، وكرر عليهم مرارا فلم يقوموا؟ الإجابة لا. لماذا لا؟ رغم أن الظاهر أنهم فعلا لم يقوموا ولم ينفذوا الأمر. لماذا نقول لم يعصوا الأمر النبوي؟ لأنهم لما رأوه قام فنحر وحلق، قاموا فنحروا وحلقوا،
إذن ما القضية؟ لماذا لم يستجيبوا في البداية؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري قال: يحتمل أن الأمر فهموه على سبيل الندب لا على سبيل الحتم والإلزام، يعني كما يشجعهم على بعض صلوات السنة، فهذه ليست على سبيل الفرض، فإذا لم يفعلها الإنسان ليس آثما. فهم ظنوا أن الأمر النبوي للندب، فإذا لم يقوموا ليسوا عصاة. قال: ويحتمل أنهم كانوا يأملون بأن ينزل وحي من الله تعالى يغير بنود الصلح التي عقدوها. قال: ويحتمل غير ذلك، وذكر عدة احتمالات. قال: ويحتمل جميع هذه الأمور. إذن هم يريدون الاستجابة لكنهم يتوقعون أن تتغير بنود الصلح. لماذا؟ لأن الصلح كان في نظرهم، هكذا ظنوه، نوعا من الانكسار والتراجع والخسارة التي منوا بها وأصيبوا بها. سنفهم بنود الصلح ثم نعرج على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقته. بنود الصلح يا أيها الأحبة لم تكن خسارة للمسلمين. قلت آنفا إن المشركين ما كانوا يعترفون بالمسلمين أصلا، لا بوجودهم ولا بكيانهم ولا بشخصياتهم، لذلك لما كانوا يغيرون عليهم يريدون استئصالهم بدون جميعا ولا لهم وجود، كأنهم ليسوا بشرا. فلما أقروا بوضع الحرب بينهم وبين المسلمين أقروا بوجود المسلمين، فهذا نصر. الشيء الثاني أنه من أراد من قبائل العرب أن يدخل في حلف المسلمين دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف المشركين دخل، وهذا إقرار صريح بأن للمسلمين قوة ومكانة حتى تستطيع قبائل العرب أن تحالفهم، وحتى تتخلى قريش عن زعامتها وهي تحسب أن كل القبائل تحت إمرتها، هي سيدة الجزيرة العربية وهي التي ترعى حرم الله الكعبة. فلما رأوا ذلك وأعطوا ذلك، من أراد أن يدخل في حلف المسلمين دخل، اعتبروا المسلمين كيانا قويا إذن، فتخلت قريش عن زعامتها وأنها أعظم قبائل العرب. أيضا عدم القتال، وضع القتال بينهم وبين المسلمين، دليل على أن قريشا قد خابت وضعفت، هي التي كانت تبدأ بالحروب، فلما رضيت أن لا تبدأ بحرب أبدا لمدة 10 سنين، فهذا يدل على أنها وصلت إلى مراحل من الضعف والفتور كبيرة جدا. لكن هناك بند واحد يمكن أن نستشعر منه شيئا من الضرر في الظاهر على المسلمين، وهو الشرط الأول أن المسلمين لا يؤدون العمرة في هذا العام، بل يرجعون ويأتون في عام قادم ليؤدوا العمرة. لذلك حزن المسلمون، قالوا: نحن جئنا لنؤدي العمرة فلم نستطع، وقد غبنا عن مكة 6 سنوات أو أكثر، والآن نمنع منها. وكذلك الشيء الثاني أن من أتى المسلمين، هذا الآن أذكره لم أذكره آنفا، أن من أتى إلى المسلمين مؤمنا داخلا في دينهم وجب عليهم أن يردوه إلى المشركين، هذا هو البند المؤلم أيضا. ومن جاء من المشركين ومن جاء من المسلمين إلى المشركين مرتدا عن دينه لا يجب على المشركين أن يردوه إلى المسلمين، يبقونه عندهم على ردته. لذلك تأثر أكثر المسلمين وضاقت نفوسهم ولم يستجيبوا سريعا، وكادوا أن يقتلوا بعضهم أثناء حلاقتهم شعور بعضهم في نهاية الإحصار. هذا أثر في نفوسهم، وكان أكثر إنسان ظهر عليه هذا التأثر هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال: يا نبي الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال:
أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يفتح الله علينا؟ ليش رضينا ألا نؤدي العمر السنة وألا نقاتلهم وهم قد آزونا؟ لماذا رضينا بذلك؟ فأجابه رسول الله إجابة جميلة يعني تحتاج إلى تركيز كبير، فقال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وإنه ناصري ومعيني، إني رسول الله ولن أعصيه أبدا وإنه ناصري ومعيني. فقال يا نبي الله أوليس قد جئنا لنؤدي العمرة؟ أوليس أوعدتنا أن نطوف بالبيت؟ قال أقلت لك إنك تطوف به هذا العام؟ أنا وعدتك أن تطوف، قلت لك هالسنة؟ قال لا. قال فإنك آتيه وطائف به. لما يقول رسول الله شيئا بإذن الله واقع، يعني ما هو كلام صفحتي مثل كلامنا، هذا كلامنا، أما كلام رسول الله فهو حق بإذن الله. قال فإنك آتيه وطائف به. سكت سيدنا عمر وقام، فجاء إلى أبي بكر فأعاد عليه ما قاله لرسول الله. أبو بكر لم يكن مع رسول الله لما تكلم مع عمر، فأعاد أبو بكر الكلام على عمر كما قاله رسول الله بعينه، ما كان معه لا سمع ماذا يقول. قال إنه رسول الله وإنه ليس بعاص له وإنه ناصره ومعينه، ثم أضاف فاستمسك بغرز رسول الله حتى تموت. إيش بأمرك بالحرف بتساوي؟ ما بتحكي ولا كلمة. هذا ما هو قائد عسكري مجرم ظالم معتدي متكبر ملك شايف حاله أمير رئيس، هذا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلما يقول الأمر نفذ الأمر. في فرق كبير كما قلت بين القائد العسكري وبين الملك وبين الحاكم وبين الرئيس وبين الأستاذ وبين الأب، هؤلاء كلهم ليسوا بمعصومين، قد يخطئون حتى لو أمروا ابنهم أو خادمهم أو أما هذا فسيد خلق الله وأعلم الخلق بالله. قال له فاستمسك بغرزه حتى تموت. فقام سيدنا عمر ولا يزال متألما جدا، يقول فمضيت، فجئت رسول الله في الطريق لما كانوا في طريق العودة، فجئته فسألته عن شيء فلم يجبني، ثم بعدها سألته عن شيء فلم يجبني، ثم سألته عن شيء فلم يجبني، فقلت والله ما هذا إلا لأنني أخطأت وأسأت، رسول الله لا يجيبني ما برد علي، فما هذا إلا أنني أخطأت وأسأت. فلما كنا في الطريق فإذا بداع من رسول الله يدعوني، فجئت فقلت في نفسي نزل في قرآن، أنا غلطت وأسأت الأدب فنزل القرآن يحجمني ويعرفني خطأي. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال إن الله قد أنزل علي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال فقلت يا نبي الله أو فتح هو؟ قال نعم. قلت أو نصر هو؟ قال نعم. قال فطابت نفسي، ثم رجعت إلى نفسي فقلت كيف قلت هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أقول هذا وقد قال لي، كان قد قال له في ختام حديثه أيضا يا عمر
أتراني رضيت وتأبى؟ أنا رضيان بهالشروط، وكما قال له إني رسول الله، أنا رضيت بالشروط وأنت تأبى؟ فقال عمر بعد ذلك لما طابت نفسه وفهم أن القضية فتح من الله، قال: فقلت في نفسي رضي الله رسول الله وآبى أنا؟ قال: فلم أزل أتصدق وأستغفر وأعمل عملا صالحا حتى ظننت أني كفرت عن خطائي هذا. أكرر يا أيها الأحبة، أنت تعترض في هذه الحادثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على شيخ أو صديق أو أستاذ، كلنا نخطئ مهما كنا، أما رسول الله الذي كرمه الله فلا، هذا لا يقارن بباقي البشر. قال: حتى رضيت، يعني شعر أنه قد كفر عن خطئه. قالوا: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إذا برجل ينفلت من بين أيدي المشركين فيلحق بالمسلمين. هذا الرجل هو أبو بصير، وأبو بصير هذا رجل من قبيلة ثقيف، كان حليفا لقريش فأقام بمكة، واسمه عتبة بن أسيد، كان أيضا ممن قيد في مكة وعذب لأنه أسلم، فمنعوه من الهجرة وجعلوا يعذبونه ويمنعونه من السفر إلى المسلمين. استطاع أن يهرب من بين أيدي المشركين ويصل إلى المسلمين. بارحة ذكرنا شبيهه، من؟ أبو جندل. اليوم أبو بصير. استطاع أن يصل إلى المسلمين فدخل إليهم، فأرسلت قريش في إثره رجلين ليعيداه إلى المشركين بناء على الشرط. فدخل أبو بصير رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه وعجب، ووصل الرجلان على إثره مباشرة، فقالوا: يا محمد، هذا الذي اتفقنا عليه أعده لنا. فأمر رسول الله أبا بصير أن يرجع معهما، وقال له كما قال لأبي جندل: اصبر، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا، تحمل. فيرجع أبو بصير معهما. فلما كانوا في الطريق نزلوا ليستريحوا، وأخرج واحد منهم سيفا فجعل يرفعه ويحركه ويتبختر أمام أبي بصير ويقول: هذا السيف قد جربت به وجربت، ويسمعه كلاما فيه تحد. فقال له أبو بصير: أتعطيني إياه لأراه؟ أعطيني أشوفه. فأعطاه السيف، فأخذه أبو بصير فضربه فقتله. فلما رأى الثاني الذي جاء معه، المشرك الثاني هذا الذي جرى لصاحبه، خاف خوفا شديدا فهرب سريعا إلى المدينة. قال: ليش مول مكة؟ ليبلغ رسول الله بما جرى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وعند غير البخاري أن هذا الرجل وصل إلى المدينة إلى المسجد وقد أخذ طرف ثوبه بفمه، رفع ثيابه وربط بتمه من شدة الخوف عم برقد مشان ما يتفشكل بغراضه، يعني حتى أنه قد بدت عورته من شدة ركضه وعدوه، مكشف موحيس سحاله الخوف. فقال رسول الله: لقد رأى هذا زعرا، شاف شيء خطير. فدخل فقال: يا محمد، قد قتل صاحبي وإني لمقتول، صاحبي قتل وأنا كمان دا أموت من شدة خوفه. فأمره أن يجلس، فجلس. فجاء أبو بصير، فلما رآه رسول الله قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. هذا الرجل سيسبب الحرب، سينقض الصلح بتصرفه هذا. فجاء إليه فقال: يا رسول الله، قد وفت ذمتك،
ما صنعت شيئا. قال كيف وفت ذمتك؟ رسول الله اتفق أن يعيده إليهم، هو إيش فعل؟ أعاده إليهم، يعني يقول له أنا الذي خلصت نفسي ولست أنت الذي يعني فككتني أو لم تسلمني، أنت نفذت الشرط، وفت ذمتك. فنظر إليه رسول الله وتبسم، قال لا تقيم هنا، وفت ذمتي نعم، لكن بقيان هون بجو برجع بدأ أسلمك يا بدأ أسلمك إلون، اذهب. فخرج أبو بصير فانطلق حتى أتى سيف البحر، السيف الشاطئ، منطقة على الشاطئ بين المدينة ومكة تمر بها قوافل لقريش، فأقام بها. فسمع به المستضعفون من المسلمين الذين كانوا عند أهل مكة يمنعونهم من الهجرة، فجعل كل واحد منهم يحتال ويصنع ويصنع حتى يفر منهم ويأتي فيجلس مع أبي بصير، وعلى رأس من جاء أبو جندل. قالوا حتى اجتمع منهم 70 من المستضعفين من المؤمنين كما روى الحافظ ابن حجر، فجعلوا لا يمر بهم قافلة لقريش إلا أغاروا عليها فضربوها. فأرسلت قريش إلى رسول الله: يا محمد ناشدناك الله والرحم أن خذهم جميعا لا حاجة لنا بهم، نحن الشرطنا ترجعون، هلا خذهم كلهم الله يبارك لك فيهم، ما بدنا ولا واحد، أن خذهم جميعا لا حاجة لنا بهم. فأرسل رسول الله كتابا إليهم يبلغهم أن اقدموا علي المدينة. قال ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري قال: فوصل الكتاب إلى أبي بصير وهو مريض فقرأه ووضعه على رأسه ثم مات. شوف سبحان الله العظيم أقدار الله وحكمه في الأشياء. قرأه الرجل وعظمه كرمه وضعه على عينيه ورأسه وتوفي. قال: فحفر له أبو جندل صديقه في المكان الذي توفي فيه فدفنه وأقام على قبره مسجدا. قال الله تعالى في القرآن: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وفي هذه الرواية التي ذكرها ابن حجر في فتح الباري وقال أخرجها موسى بن عقبة في المغازي فائدة مهمة، أن إقامة المسجد على مكان فيه قبر ليس حراما، ولا يعارض قول رسول الله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وإنما المعنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي صاروا يسجدون للقبر من دون الله، يعظمون القبر كما يعظمون الله، فهذا الذي نهى عنه رسول الله. أما أن يجعل قبر في ناحية من مسجد بعيدة عن مكان الصلاة ويكون المسجد مخصصا للصلاة والعبادة فلا حرج. هذا الحديث وهذه الرواية تثبت هذا والله تعالى أعلم. فانحلت قضية المستضعفين بفضل من الله وبرضوخ تام ورضا من عدو المسلمين من قريش، هم رضوا فقالوا خذهم لا نريدهم. سبحان الله، سبحان من يعز من يتبع أمره، سبحان من يعز من يتبع أمره. هذا سيدنا رسول الله راضخ لأمر الله، أعزه الله وقلب الشر الذي كان في الظاهر عليه إلى خير تام ونصر عزيز. وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم انصرنا وانصر جميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.